السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ مزيان، صحة لاباس؟ نتمنى ان شاء الله هالفيديو يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله. لاول مره غادي تدخلوا يشوف مطبخ سميه الزوبي، نقول له مرحبا والف مرحبا. ما ينساش يتابونا معي باش يبقى يجي كل جديد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا ربي زيد دعمونا اخوتي. شكرا ولي اللايك ولي الديزلايك، شكرا لهم جزيلا. هالنهار اخوتي غادي ندير معكم الحمص بالمرقة، والحمص كمون ولا اقول له طيب وهاري، هيجي زوين اخوتي. تبعوا المراحل مع السر ديال طيب وهاري كانه ديال الزنقة تماما ان شاء الله يا ربي، وهكا ويجي هكا طايب بزاف، هكا يجي طايب مع الاسرار ان شاء الله اللي غادي نقول لكم ان شاء الله باذن الله. يلا اخوتي مع المقادير، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. المهم اخوتي هنا عندي انا قول نص كيلو ديال الحمص، راني غسلته ودرته في الماء بارد وخليته تنفخ زاد الحجم ديالو. بالنسبه اللي بغى يسيبو حتى لاخر لحظه يجيبو مازال صايب مازال يابس، يحطو في طنجره الضغط هنا ويعمل عليه الماء طايب. هذا درت عليه الماء بارد بات، هذا الماء طايب، دير عليه الماء طايب وتود عليه الطنجره الضغط ودير له الصفاره وخليه واحد جوج سوايع ارجع بحال هكا. دابا نقول لخوتي انا شنو غادي ندير. هذا عندي مغسول ناضي منقي نحط هنا، خلخو بيه بالماء ديالو ماشي مشكل، المهم راني نقيه هكا خوتي. هاجي زوين اخوتي ان شاء الله، عجربهم لوليداتكم. دابا شنو غندير؟ خصكم اخوتي ديرو في هاللحظه الماء بارد، الماء بارد بالروبيني. انا جبت الماء من الروبيني، ما ديروش ما سخون، هذه بالتجربه اخوتي الماء بارد. ها ما نزيد واحد شويه الماء الكافي، نزيد واحد شويه وغنغطي عليه، اسمع نزيد واحد شويه. المهم اخوتي انا نزيد واحد الماء شويه هكا، ودابا غنسد عليه. ما ديرلو ما ديرولو حتى حاجه، حتى حاجه الملحه، ما ديروش الملحه دابا حتى يطيب ان شاء الله، وعاد غنديرو الملحه حتى يطيب. المهم انتم معايا دقه بدقه. دابا شنو غندير؟ غنسد وغادي نحطو يطيب ان شاء الله، يطيب وهانتوما معايا. المهم اخوتي انا راني كنت درت كيلو، نص كيلو راني طيبت معكم، ونص كيلو هذا هو انا خليت نوريكم انا عباره عزلافه نديرو في الميكاكا. ان شاء الله يا ربي بنكون بغاو الدراري حاجه في اخر لحظه، ونبغي نسيب ان شاء الله الطعام اجبرو ما يوقع له حتى حاجه في الفريغو ان شاء الله يا ربي. انا نقسموها انتما تشوفوا اختي، نقسموا على القياس، كل واحد يقسم على القياس اللي بغى. دابا انا الحريره نسيبها الزليفه هكا كافيه انا ووليداتي ان شاء الله يا ربي، وانا اجيني ساهل عجربوا القضيه هكا تجي ساهل. دابا نزيد شويه هنا، نزيد شويه هنا، كل واحد نقسم شويه شويه. يلا اخوتي انا نطوي دابا ان شاء الله، ونحط وحده على فوق وحده ان شاء الله يا ربي، ونحطهم في الكونجيلاتور باش ناكل نحتاجهم اجوني ساهلين ماهلين ان شاء الله يا ربي. نتمنى خير ان شاء الله. عجرب اخوتي هاد هكا الطريقه تجي مزيانه ان شاء الله. المهم اخوتي هو باش ما يطابليش وتبارك الله طايب، تشوفوا طايب. دابا شنو غادي ندير؟ غندير الملحه بحال الكافيه اللي خصكم اخوتي نتوما، وندير طما. هذا هو السر ديال ليكم في الزنقه، وغادي نحركو نخليه يذوب مزيان كيذوب، خليه يذوب ديك الضمه تدخل ديك المليحه، وهانتوما معايا اخوتي. خليه تجي تغلي مزيان هكا، تخطخ مزيان، تغلي مزيان شي ثلاث جوج مرات هكا، المهم واحد القسم ونطفيو عليها. المهم اخوتي بعد ما طابلي هانتوما شفتو جات المريقه ديالو، هذا اللي في الزنقه هكا
طيب عطى شويه للدراري، وهذا غادي ندير، هذا ندير له الشرموله ان شاء الله. كاخوتي نوض المريقه ديال ما يبغوا هما بالمرقه هكا، هادي وغادي ندير لهم شويه الكمون والحار، ما عنديش الصراحه الله ما عنديش، ولكن ياكلوا بلا حار ان شاء الله. ندير لهم الكمون يلاه جربوا اخوتي الصحه والراحه. ها هو اخوتي الحمص كامون، تبارك الله كيجا او طيب وهاري، كل واحد شنو يقول له، يجي زوين تبارك الله وطايب الصراحه الله، طيب هاري. دابا انا ها شش طيب كامل طيب الصراحه الله، غير بالصحه والراحه غير جربوها اخوتي. وهذا غادي ندير له دابا الشرموله معكم وانتم معايا اخوتي. المهم اخوتي شنو عندنا دابا، عندي واحد كسميتو بصيله هكا، عندي هكا حنا حسن هاد البصيله اخوتي هكا، والثومه هكا برقيق حسن. هاد بلا شفتو عندكم الحميص طاب بزاف ما بغيتوش يهرى بزاف، انا بصح لا يعجبني نزيد يهبط، عملوا هاد الشرموله ديروها فشي كاسرونه طيب وعاد تحطوا عليها، انا لا انا ما نحطو هاد الخضار باش تجي يزيد يطيب ان شاء الله الحمص معانا باش يجي تبارك الله ملبي. هكا خوتي نحط التومه ديالي، التومه خوتي ديرو بالزايد لان كتعرفو الحمص فيه الزفره هكا مزفان ماشي بحال القطنية كلها، خاصها دير لها التومة من غير كسميتو العدس، العدس اخوتي اللي كاين اللي ما يديرلهاش التومة سبحان الله وجبة دقة دير على ديال التومة، انا هادي التومة عندي في كونجيلاتور. المهم اخوتي هكا غندير الشرمولة تقصي يدي، قلتلكم اخوتي دابا غادي ندير، عندي ندير كمون دابا، غادي نشوف هادي الحبه، عندي شويه الحبه شي بزاف، شويه الحبه شويه الكمون، كمون ها شويه ها ندير، لان انا ما نديرش بزاف لان انا نقص من ديك الحميص خرقوم حتى هو، وندير التحميره وغادي ندير كعبه كعبه هكا خوتي، وندير كسميتو هاد المعلقه ديال مطيشه ديال الفوق حتى هي، ندير زيت البلديه وزيت الروميه، المهم غادي نزيد شويه لان هذا الكبسه صغير عندي غنزيد شويه خلاص، وهانتوما معايا اخوتي. المهم اخوتي انا ندير العطريه ديالي حتى تشوفوا المرقه مازال ناقصه شويه، غادي نغلي له شويه ديال الماء سخون وغادي هذا ويبا اخوتي ندير انا نزيد واحد شويه الماء سخون ونحطها تطيب، غنزيد شويه الزيت لان قبيلات ما زدتش بزاف، غنزيد واحد شويه الزيت ديال الروميه ونخليها تزيد طيب، نزيد شويه الماء ونخليها تزيد طيب. دابا نوريكم ان شاء الله الملحه اخوتي، راني درت قبيله مع كنور خصني تندق ان شاء الله يلاه اخوتي. المهم اخوتي ها هي
بعد ما حطت ديك الشرموله 4 ساعه صافي وغنغرف معاكم ان شاء الله. ها جربوا اخوتي تجي زوين، تجي زوين هكا لا حمص كامل ولا هكا، جربوا لوليداتكم ان شاء الله. اللي بغى المرقه يزيد يقلل يزيد، المهم اخوتي اجربوا ان شاء الله. يلا كنت مع الفيديو المقبل ان شاء الله باذن واحد الاحد. ها شو المرقه ديالها شتي كي داير الخطره. يلا اخوتي مع السلامه.